بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة. في اللقاء السابق تناولنا الأهداف وأهمية التنفيذ الجبري، وانتقلنا بعدين إلى مراحل التطور التاريخي للتنفيذ الجبري وأنواع التنفيذ عموماً، تنفيذ جبري وتنفيذ اختياري، ثم انتقلنا إلى تعريف التنفيذ الجبري، وبعد ذلك إلى أنواع التنفيذ الجبري. هل يا شاهد مستذكرة ما هي أنواع التنفيذ الجبري؟ تناولنا أن التنفيذ الجبري هو عبارة عن نوعين، تنفيذ جبري مباشر وتنفيذ جبري غير مباشر. التنفيذ الجبري المباشر هو إذا كان محل الالتزام عبارة عن أداء عمل معين أو امتناع عن عمل، إنما الغير مباشر هو عندما يكون الحجز على مال يتم من خلال البيع وتوزيع الحصيلة. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى أركان التنفيذ، وتناولنا أن أركان التنفيذ هي عبارة عن ثلاثة أركان، أولها هي السلطة العامة وأطراف التنفيذ، وثانيها السند التنفيذي، وثالثها محل التنفيذ. تناولنا في اللقاء السابق السلطة العامة وما هي السلطة العامة، وتمثلت في محكمة التنفيذ، محكمة التنفيذ ومنها قاضي التنفيذ ومعاون التنفيذ. انتقلنا بعد ذلك إلى الاختصاص النوعي والمكاني أو المحلي، وتعلق قواعد القانون أو قانون المرافعات والتنفيذ المدني بالنظام العام، وانتقلنا بعد ذلك إلى معاوني التنفيذ ومن هم وما هي واجباتهم. لننتقل اليوم إلى الركن أو الجزء الآخر من الركن الأول، وهو أطراف التنفيذ. طيب يعني خلينا كده في حوار مفتوح بدون قلق، يعني في اعتقادك أنت من هم أطراف التنفيذ؟ تناولنا السلطة العامة اللي هي المحكمة ومعاون التنفيذ، طيب من هما أو هم أطراف التنفيذ في اعتقادك؟ معانا تنفيذ، معانا سند تنفيذي نشي ننفذه، هذا السند التنفيذي يتضمن من طالب التنفيذ، يا سلام عليك، وش اسمه اللي حننفذ ضده، يعني المنفذ ضده، ممتاز. والغير، إذا طالب التنفيذ والمنفذ ضده والغير. طيب لابد أن نعرف من هو طالب التنفيذ. طالب التنفيذ هو من يجري أو توجه الإجراءات أو يجري التنفيذ لمصلحته، أو من يجري التنفيذ لمصلحته. طالب التنفيذ هو الطرف الأول والطرف الإيجابي. لو ما فيش معنى إحنا طالب تنفيذ، ما معنى إحنا صاحب حق موضوعي، إذا بننفذ لمن؟ يعني ضروري يكون في السند التنفيذي طالب تنفيذ. لابد متوافر جملة من الشروط في طالب التنفيذ تتمثل بالصفة والأهلية والمصلحة. طيب نقول الصفة هي أن يكون لصاحب التنفيذ سند أو حق يؤكده السند التنفيذي، فهو صاحب الحق في هذا السند، هو صاحب السلطة المباشرة في الحق الموجود في السند التنفيذي. نبدأ نطلع على الشرائح ونتناول على جزئية. إذن يقصد بأطراف التنفيذ هم الأشخاص الذين يشتركون فيه ويعود عليهم من إجرائه أو يتحملون نفعا من إجرائه ويتحملون عبئا من ورائه. إذن هما طالب التنفيذ والمنفذ ضده. طيب بتقولوا ليش الغير؟ للغير يتحمل أو يعود له نفع أو يتحمل عبئ. هذا الغير حالة استثنائية ذكر القانون لإشراك الغير في الإجراءات على أن لا يكون أو لا يعود للغير لا مصلحة ولا ضرر. لماذا؟ إنما محل المال المتضمن في السند التنفيذي لدى الغير، وبنبحث عن الغير وبنعرف شروط الغير في هذا اللقاء. ننتقل إلى الشريحة الأخرى والتي تتحدث عن شروط طالب التنفيذ. وقبل الشروط، من هو طالب التنفيذ؟ طالب التنفيذ يعد طالب التنفيذ الطرف الإيجابي، لأن الشروع في التنفيذ وموالاة السير في إجراءه لا يتم إلا بناء على مبادرة منه، أي بطلب منه، يعني معه سند تنفيذي حطه في البيت
ما له أي قيمة. ضروري طالب التنفيذ يأخذ السند التنفيذي، يروح إلى محكمة التنفيذ معه سند تنفيذي ومدير بالصيغة التنفيذية، يقدم طلب تنفيذ، تمام؟ فالقاضي لا يأمر بالتنفيذ إلا بناء على طلب مقدم منه. القانون قانون المرافعات والتنفيذ المدني عرف طالب التنفيذ بأنه هو كل من يجري التنفيذ لمصلحته وفقا للشرع والقانون، وعرفه الفقه بأنه من يجري التنفيذ لمصلحته سواء باشر إجراءات التنفيذ بنفسه أو بواسطة ممثل قانوني أو اتفاقي. يا شابات أو شباب، سماح، آيفون، شهد، من خلال التعريف الفقهي هو من يجري التنفيذ لمصلحته سواء باشر إجراءات التنفيذ بنفسه أو بواسطة ممثل قانوني أو اتفاقي. ممكن توضحوا لي أو تخرجوا لي من هذا التعريف من هو طالب التنفيذ؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بسماح. طالب التنفيذ اللي هو الدائن. اللي هو الدائن. طيب إذا كان الدائن في شخص ممكن في غير الدائن يحل محل طالب التنفيذ؟ يعني أنا معي سند تنفيذي باسمي، أني صاحبة الحق في هذا السند، هل يجوز لأي شخص غيري يروح يطالب بالتنفيذ؟ لا نهائيا. أقرأي التعريف. ممكن من ينوب عنه نيابة قانونية فقط، نيابة قانونية فقط. ممكن تكون برضو قضائية، قضائية أو اتفاقية، أو من انتقل أو إليه الحق إليه الوارث مثلا. أيوة، من انتقل إليه الحق الموضوعي كالخلف أو العام أو الخلف له. ممتازة. إذن بعد أن تناولنا تعريف طالب التنفيذ ننتقل إلى الشريحة الأخرى. ما هي الشروط اللازمة في طالب التنفيذ؟ الشرط الأول زي ما ذكرنا في بداية اللقاء هو الصفة. الصفة تتحقق إذا كان صاحب حق في التنفيذ، هو صاحب العقار، هو المبرور من الفعل الضار، هو صاحب السيارة اللي طالب به وصدر له حكم في هذا الحق. طيب الصفة هذه لابد أن تتوفر بطالب التنفيذ. معكم الآن الباوربوينت، هل لابد أن تستمر الصفة إلى نهاية هذه الإجراءات؟ طيب يجب أن تثبت الصفة لطالب التنفيذ. شاهد كنتي بتكلمي شيء؟ إيوه، كنت بقول إنه إيوه لازم تستمر للنهاية، يعني ما ينفع إنه مثلاً تروح على الصفة في نص هذا أو شيء، لازم تكمل النهاية. طيب إذا ما استمرت هذه الصفة وتم إجراء التنفيذ يعتبر باطل؟ أيوه، يعتبر التنفيذ باطل وتعاد الإجراءات من جديد. إذن صاحب الصفة أو طالب التنفيذ لابد أن تتوفر لديه صفة، هذه الصفة تمثل حقه الموضوعي في السند التنفيذي، لابد أن تثبت الصفة هذه منذ بداية التنفيذ حتى انتهاء إجراءات التنفيذ. طيب وقلنا أنه قد يكون طالب التنفيذ هو الأصيل صاحب الحق الموضوعي، وقد ينوب هذا طالب التنفيذ ممثله القانوني أو القضائي أو الاتفاقي كالولي أو الوصي أو الوكيل. يكون لمن يمثل صاحب الحق الموضوعي عن الصفة في طالب التنفيذ سواء كان تمثيلا قانونيا أو قضائيا أو اتفاقيا، فتثبت صفة طالب التنفيذ. إذا كان طالب التنفيذ ناقص الأهلية أو عديم الأهلية، نجيب الولي أو الوصي، أو يكون مثلا طالب التنفيذ معه وكيل يتابع له إجراءات التنفيذ. طيب إضافة إلى ذلك تثبت صفة طالب التنفيذ لمن انتقل إليه هذا الحق الموضوعي. أني معي سيارة انتقلت إلى شهد ملكية هذه السيارة، سواء كان إنني يعني توفيت أو إنني بعت لشهد هذه السيارة، إذن ينتقل أو العقار، لنفرض أنه عقار، تنتقل ملكية هذا العقار إلى شهد، يبقى لشهد إنه إيش؟ تطالب بتنفيذ استلام هذا العقار من المنفذ ضده، لأنه انتقل الحق الموضوعي لشهد، إذن ينتقل للحق في التنفيذ. طيب ينتقل الحق في التنفيذ إلى الخلف العام أو الخلف الخاص. الخلف العام هو من يخلف سلفه
في كل حقوقه، يعني ورثه، مجموعه من الورثه ورثوا ابوهم، اذا انتقلت جميع الحقوق الى الورثه. او في حصه شائعه كان اوصي لشخص بجزء من عقارات، يعني يعني الحصه الشائعه لم تحدد ما هي، سوف تقسم يعني في من خلال تحقيق الوصيه. طيب اما الخلف الخاص هو من يخلف سلفه بحق معين، بحق محدد كواقعة البيع والشراء، خلفه في ملكيات هذا العقار. ننتقل إلى الشريحة التالية. الخلف الخاص يقصد بالخلف الخاص من يخلف سلفه بمال معين أو بحصة معينة كالمشتري أو الموصي له بمال معين، إذ تنتقل صفة طالب التنفيذ إلى خلفه الخاص، فيكون لهذا الخلف الحق في التنفيذ بموجب السند التنفيذي. إذن قلنا طالب التنفيذ قد يتقدم بنفسه في طلب التنفيذ، وقد يتقدم من خلال يعني من ينوب اتفاقيا أو قضائيا أو قانونيا، وقد ينوب طالب التنفيذ خلفه العام اللي هم الورثة أو الخلف العام وهم من انتقلت إليهم ملكية مال بعينه، وتحق مباشرة إجراءات التنفيذ إذا لم يتم مباشرة السلف كما تابع الخلف. إذا مثلا بدأ طالب التنفيذ في إجراءات التنفيذ ثم توفى، هنا يأتي دور السلف في مباشرة إجراءات التنفيذ من حيث توقف التنفيذ، يعني ما يجيش من جديد يصدر صيغة تنفيذية أو صورة تنفيذية وبعدين يروح يقدم طلب التنفيذ، لا، يمشوا على نفس الإجراءات، يواصلوا الإجراءات التي بدأها السلف. طيب شرط الأهلية، يا بنات من منكم بيتكلم لي عن الأهلية أو أنواع الأهلية؟ ما فيش. طيب الأهلية هي صلاحة ممتاز. أوكي، بقول أنواعها ممكن؟ تفضلي. أوكي، في عندنا نوعين من الأهلية، هي أهلية وجوب وأهلية الأداء. شو اسمه ده، أهلية الوجوب هي اللي تدي يعني صلاحية الشخص إنه يكتسب الحق في التنفيذ. ممتاز. وأهلية الأداء؟ أهلية الأداء إنه شو اسمه ده، إنه بالهداوة، إنه هي تدي إنه حقية إنه يتصرف بنفسه في يعني في الأشياء، يتصرف بنفسه مباشرة الأشياء بنفسه التصرفات. إذا الوجوب هي صلاحية اكتساب، والأداء هي صلاحية إدارة. المطلوب الآن في الأهلية في طالب التنفيذ وجوب أم أداء؟ وجوب. وجوب سماح، وجوب أم أداء؟ صلاحية أداء، أهلية الأداء، أهلية الأداء. الوجوب زي ما قلنا يا شهد هي صلاحية الشخص لاكتساب الحق، خلاص هو اكتسب حق التنفيذ، يعني القانون قال لهذا الشخص حق في التنفيذ، ولكن التصرفات ممكن تكون دائرة ما بين النفع والأداء، دائرة ما بين النفع والضرر. قد الصبي الغير مميز قد يغبن عليه، يكون في غبن فاحش، إذا ضروري تكون لديه أهلية أداء. أهلية الأداء إيش؟ المتمثلة بإدارة الأموال وليست أهلية التصرف. لذلك يجوز للصبي الجائز له إدارة أمواله أن يقدم طلب تنفيذ، أو لوليه أو لوصيه إذا كان عديم أو فاقد الأهلية أو ناقص الأهلية ولم يكن له رخصة في إدارة أمواله. ما يجوز للطفل أو فاقد الأهلية أو ناقص الأهلية أن يقدم طلب تنفيذ بنفسه إلا من خلال الولي أو الوصي أو القيم، باستثناء الصبي المأذون له بإدارة أمواله. مفهوم كده؟ وصلنا لهنا تمام؟ فين المحادثات؟ تمام أوكي، بجنب لي كده لها فوق. أيوة طيب، المصلحة وهي الشرط الثالث الذي يجب أن يتوافر في طالب التنفيذ، ولم يشترط المشرع اليمني توفر هذا الشرط في المنفذ ضده، لأنها عبارة عن تصرف طاري يسلم مال عنده. إذن إيش هي المصلحة؟ المصلحة هي المنفعة التي تعود على طالب التنفيذ
يجب أن تكون هذه المصلحة قانونية قائمة حالة، قانونية يعني ما تكونش عبارة عن عمل غير مشروع أو تجارة، أو تجارة غير مشروعة كمال متحصل من القمار، أو أن يكون أن تكون قانونية وقائمة وحالة. قائمة وحالة كأن لا يكون الدين معلق على شرط أو أجل، ألا يكون سقط بالتقادم. إذن هي المنفعة التي تعود على طالب التنفيذ، ويلزم أن تكون المصلحة قانونية وقائمة وحالة. وتطبيقا لذلك لا يقبل طالب تنفيذ سند تنفيذي لدين سقطه بالتقادم. دين سقط بالتقادم ايش بننفذ يعني؟ طيب دين مؤجل يعني احنا المفروض نستلم هذا الدين في 1/1/2023، ليش الحين نجيب تاريخ 15/11/2022 نطالب بهذا الدين؟ لا، لم يحل او يحل اجله بعد. اذا طالب التنفيذ هو من يجري التنفيذ لمصلحته، لابد ان يتوفر بطالب التنفيذ الاهل الصفه، 3 شروط: الصفه، الاهليه، المصلحه. ننتقل بعد ذلك الى طالب التنفيذ. من هو طالب التنفيذ؟ عفوا، من هو المنفذ ضده؟ بنات، من هو المنفذ ضده؟ رغم انه معاكم بالباير بوينت الحين واضح. هو المدين او الشخص الذي تنفذ ضده اجراءات التنفيذ. طيب، هو المدين او الشخص الذي تنفذ ضده اجراءات التنفيذ. هل يشترط الصفه والاهليه والمصلحه في المنفذ ضده؟ نعم، الأهلية والصفة والمصلحة؟ لا، بس الصفة والأهلية. ممتاز. إذا المنفذ ضده هو من تجري إجراءات التنفيذ في مواجهته. سند تنفيذي، دائن ومدين، الدائن يطالب بحقه، السند التنفيذي أقر إنه لشهد مبلغ من المال عند سماح. إذا شهد هي طالبة التنفيذ وسماح المنفذة ضده. قلنا شهد لابد أن تتوفر لديها الصفة وأهلية الإدارة والمصلحة. إذا سماح لابد أن تكون لها الصفة المثبتة في السند، في السند التنفيذي. تثبت ضد المنفذ ضده لمن كان ملزما للدائن بدين معين، أي لمن كان هو الملتزم بالأداء في السند التنفيذي الثابت في السند التنفيذي. أي يكون المنفذ ضده ذا صفة إذا كان مدينا للدائن. إذا هو مدين الدائن، هو صاحب الصفة في سداد هذا الدين، سواء كان أصيل أم وكيل. طيب، قد يكون المنفذ ضده الأصيل، هو الشخص المدين نفسه، وقد يكون كفيله كفيل عيني أو شخصي. اشترط القانون لأن يكون الرجوع إلى الكفيل، رجوع الدائن أو المنفذ طالب التنفيذ بالرجوع إلى الكفيل، شروط محددة. هل عارفين ايش هذه الشروط؟ مش موجوده في الباور بوينت، بس الان انا خليتها كده ما كتبتش عشان اشي يشوف منكم مطلع. شروط رجوع طالب التنفيذ الى الكفيل، شروط رجوع طالب التنفيذ الى الكفيل. طيب، يشترط في رجوع طالب التنفيذ إلى الكفيل ثبوت الكفالة، إن الكفالة تكون قائمة، مش بيكونش الشخص قد سحب كفالته العينية أو الشخصية. أولا، قبل ما يرجعوا إلى الكفيل يرجعوا إلى الأصيل، للمدينة الأصيل. ثالثا، يتعذر الرجوع إلى المدينة الأصيل ما فيش معه مال ننفذ عليه. الرجوع بالمطالبة على المدينة المكفول أولا. الشرط الثالث، أن تتعذر أو أن يتعذر التنفيذ في مواجهة المدين الأصيل. الشرط الرابع، إعلان الكفيل قبل مباشرة التنفيذ ب7 أيام. يعني ما نجيش للكفيل كده نلطمه على طول، نقول له يلا تعال بننفذ على المال، على مال أنت كفلت بسداده. طيب، الصفة لابد أن تثبت منذ بدء الإجراءات حتى انتهاء شأن الصفة في طالب التنفيذ. الصفة تثبت
للمنفذ ضده من منذ بدء إجراءات التنفيذ حتى انتهاء أو تمام إجراءات التنفيذ. الصفة أيضا تثبت لمن يمثل طالب التنفيذ، تثبت للولي وللوصي وللقيم. يعني أنا أجي الآن أنفذ على شخص فاقد أو عديم الأهلية أو ناقصها، أنا أخذ من ماله الآن، طالما أن أنا أخذ من ماله ضروري تكون لديه أهلية التصرف، طالما أنه مش موجود أهلية التصرف، إذا نرجع لمن يمثله، الولي أو الوصي أو القيم. وهذا يعني مش هذا عن مفتاح، أنا شارك أسمع صوت بس ما مفتاح ليش إيش الموضوع. طيب، ثبوت صفة المنفذ للمتى القانوني أو الاتفاقي. طيب، إذا قلنا تثبت لمن يمثله قانونا قضائيا اتفاقيا، كما تثبت صفة المنفذ ضده للخلف العام والخلف الخاص. الخلف العام زي ما قلنا هو من تنتقل إليه حصة شائعة أو أموال المورد بشكل عام، أو من تنتقل إليهم حصة شائعة. إذن طيب، انتقلت أموال المورد، طالما إنه أموال المورد انتقلت إلى الورثة، إذن ديون هذا الديون المتقلب هذا المال تنتقل أيضا إلى الورثة، إذن الورثة يباشروا أو ينفذ قبلهم السند التنفيذي. مثال، إذا قدم طالب التنفيذ في مواجهة المنفذ ضده ثم توفى المنفذ ضده، إذا ورثة المنفذ ضده يباشروا تباشر ضدهم أو قبلهم إجراءات التنفيذ حيث ما توقفت، على أن يتم إعلانهم قبل مباشرة إجراءات التنفيذ. إذا تثبت صفة المنفذ ضده، نقرأ مع بعض البوير بوينت. تثبت صفة المنفذ ضده لمن كان ملزما للدائن بدين معين، أي لمن كان هو الملتزم بالأداء الثابت في السند التنفيذي، أي يكون المنفذ ضده ذي صفة إذا كان مدينا للدائن طالب التنفيذ، سواء كان مدينا أصليا أو تابعا كالكفيل. قلنا متى يعود إلى الكفيل، متى كانت الكفالة ثابتة، الرجوع بالمطالبة إلى الشخص المكفول أولا، ثم إذا تعذر الرجوع إلى المكفول نعود إلى الكفيل، ويجب أن يعلن الكفيل قبل مباشرة إجراءات التنفيذ بسبعة أيام. يجب أن تثبت صفة المنفذ ضده عند البدء في إجراءات التنفيذ، وإلا كانت الإجراءات باطلة كما يجب أن تستمر هذه الصفة حتى إتمام أو تمام التنفيذ، وإلا كان التنفيذ باطلا. نقول ثبوت صفة المنفذ ضده تثبت للممثل القانوني أو القضائي أو الاتفاقي، وقد تحدثنا قبل دقائق عن هذا الموضوع، أنه عديم الأهلية أو ناقصها لا يجوز أن تباشر ضده أي إجراءات تنفيذ، وإنما تعود هذه الإجراءات في مواجهة من يمثل هذا الشخص من مال هذا فقد الأهلية أو ناقصها، لأنه مش معقول فقد الأهلية ما يقدرش يقرر عنه قرارات، ما يقدرش يتخذ إجراءات أو يرفض إجراءات، ولكن الممثل القانوني هو الذي يقوم بمقامه، وبعدين يحاسب إذا كان في غبن فاحش أو في تجاوز، يحاسب هذا الولي أو الوصي أو القيم. تثبت الصفة للخلف العام أو الخلف الخاص. الخلف العام في قاعدة عامة أو قانونية أن ديون المورث مقدمة على تركته أو على حقوق الورثة، يعني مش معقول يا ورثة تكون تأخذوا المال من المورث وفي أشخاص آخرين يسألوا هذا المورث من حقه، إذا يتم السداد من حق من التركة، يتم السداد من تركة المورث. فإذا كان اتخذت إجراءات التنفيذ في مواجهة المورث تستأنف هذه الإجراءات من حيث أن وقفت، على أن يتم إعلان الورثة بهذا التنفيذ أو السند التنفيذي أن هناك إجراءات، والإجراءات بدأت من هنا إلى هنا خلال سبعة أيام. وقد لا تباشر إجراءات التنفيذ أثناء حياة المورد، وإنما تباشر عقب الوفاة، فهنا الورثة يقوم مقام المورد. فإذا لم يتم تقسيم التركة يعلن لآخر موطن كان للمورد، وإذا تم تقسيم التركة فيتم إعلان الورثة في عناوينهم كلا على حدة، وكل منهم ملتزم بقدر ما تلقى من التركة. لا هنا تمام. أوكي. شرط الأهلية
قلنا معنا أهلية وجوب، أهلية أداء. أهلية الأداء تنقسم إلى أهلية إدارة وأهلية تصرف. المطلوب في طالب التنفيذ لأنه عبارة عن عمل يعود عليه بالنفي، قد يكون في ضرر إذا كان ناقص أهلية أو فاقدها، قد يكون هناك غوب فاحش، ما نتطرق لهذا الكلام، نحن نقول أنه يعود له نفي. لكن المنفذ ضده هنا هو عبارة عن تصرفات تلحق به ضرر، يعني نحن نأخذ من ماله، إذا لابد أن تكون لديه أهلية التصرف. إذا هنا المطلوب أهلية إدارة وهنا أهلية تصرف، كليهما يندرجان ضمن أهلية الأداء وليس الوجوب. ننتقل إلى الشريحة الأخرى. إذا المصلحة في طالب التنفيذ وغير مطلبة في المنفذ ضده. ننتقل الآن إلى الغير. من هو الغير؟ نشيل الشريحة دي بس يا يوسف. من هو الغير؟ إنه أي أحد إذا ما هو طالب تنفيذ ولا المنفذ ضده فنعتبره من الغير. مثال على ذلك؟ يعني في أحد عنده سيارة مثلاً، زي المثال اللي أنت قلتي أول حق السيارة، وقلتي اسمي وقلتي اسم سموح. شوفي الحائز قالوا إنه يندرج ضمن المنفذ ضده، من صور المنفذ ضده الحائز، ولكن قالوا الغير هو الشخص الذي لا يتضرر من هذه الإجراءات ولا تعود عليه مصلحة. وبنفس الوقت اشترط القانون أن يبقى لديه هذا المال، لأنه في اتصال بينه وبين المال. إذا نعود إلى الشريحة يا يوسف. الغير هو من لم يكن من أطراف التنفيذ ولكن القانون يلزمه بالاشتراك في إجراءات التنفيذ. أي شروط الغير؟ شروط الغير أن يكون طرفا في الحق، ألا يكون طرفا في الحق، أي لا يكون طالب تنفيذ أو ممثل انتفاقي أو قانوني أو قضائي أو خلف عام أو خلف خاص، ولا يكون منفذ ضده أو كفيل عن المنفذ ضده أو اتفاقي أو قضائي، ممثل اتفاقي أو قضائي أو قانوني، ولا خلف عام ولا خلف خاص. إذن الغير هو شخص غير المنفذ ضده والمنفذ وطالب التنفيذ. الشرط الثاني إيش هو؟ أن يكون ملزما بالاشتراك، يعني في القانون قال هذا ضروري يشترك في إجراءات التنفيذ عشان طالب التنفيذ يتلقى الحق الموضوعي الذي تضمنه السند التنفيذي. ليش هذا الكلام؟ لأنه هذا الغير صلة بالمال الذي يجري عليه التنفيذ. أمثلة الغير يا شاد، مدينة المنفذ ضده في حجز مال المدينة لدى الغير. مثلا أني في مال عندي، يتم حجز هذا المال، يعني أكون أني يعني أنا مدينة للمنفذ ضده، ينفذ هذا المبلغ لأنه هو عائد أصلاً للمنفذ ضده، ما فيش أي ضرر عادة المفروض أرجع للمنفذ ضده رأساً، يرجعوا على طول مباشرة لعندي ويأخذوا مني المال، تخفيف من الإجراءات وتقليل من الوقت. وكذلك الحارس القضائي المعين على حراسة المال، الحارس القضائي ما لهش أي مصلحة ولا يعود عليه أي ضرر. إذن إلى هنا انتهينا من الركن الأول من أركان التنفيذ، وهو السلطة العامة وأشخاص التنفيذ أو أطراف التنفيذ. من خلال هذا الركن الأول هل هناك أي سؤال؟ وأرجو أن تكون هناك أسئلة عشان أحس أن أنتم فعلا معي متفاعلين وفاهمين مني. الأمور طيبة يعني ولا ما افتهمنيش الموضوع عنه؟ نستمر أكيد يا سماح، ما فيش أي شيء صعب. السند التنفيذي، قبل ما ننتقل إلى الشريحة من السند التنفيذي، من منكم بيقول لي ما هو المقصود بالسند التنفيذي؟ أشي كلام عام يا عادل، أشي أي كلام بسيط لحنا كدارسين قانون أو حتى يعني مش دارسين قانون، حتى لحنا دارسين أي تخصص آخر. السند التنفيذي نحن من أول نتكلم على المحكمة ومعاون التنفيذ وطالب التنفيذ والمنفذ ضده والغير عشان نتلقى حق موضوعي. إذن ما هو السند التنفيذي؟ شو اسمه ده؟ إنه تكون ورقة لها قوة تنفيذية. قوة تنفيذية. طيب هذه من خصائص السند التنفيذي. هل السند التنفيذي مثلاً شيء ملموس غير ملموس، عبارة عن إيش؟ هو شيء ملموس
يعني تكون مثلا ورقة معدة يعني تثبت حق، وتكون يعني لديها قوة إجبار المدين على أداء هذا الحق. يا سلام عليك يا شهد. إذن نفتح ال يا سماح، يا سلام عليك يا سماح، معلش انا كان مغطي الممتازات شهد او سماح او اللي مسجله بايفون. اليوم الثلاث ممتازات كنتم في اللقاء السابق، اليوم الثالثه او الثالث مش عارفه ذكر ام انت، في شويه هدوء. طيب نفتح الايقونه على تعريف السند التنفيذي، نفتح الشريحه الجديده القادمه، تعريف وخصائص السند التنفيذي، شروط السند التنفيذي. للسند التنفيذي شروط موضوعية، أن يكون محقق الوجود حال الأداء معين المقدار، وشروط شكلية، أن يكون من السندات التي حددها القانون، وأن يجري التنفيذ بصورة الصيغة التنفيذية، بصورة التنفيذية أو بالسند التنفيذي المديل بالصيغة التنفيذية. هذا اللي اليوم سوف نتناوله خلال الساعة أو الدقائق القادمة. ننتقل إلى تعريف السند التنفيذي. السند التنفيذي هو عبارة عن ورقة، قد يكون حكم، قد يكون اتفاق تصالح، قد يكون حكم تحكيم، قد يكون قرارات صادرة من جهة إدارية. هذه الورقة مو زي أي ورقة أخرى، هذه الورقة القانون قال لا، هذه الورقة أنا منحت القوة، أنا اعترفت لها بالقوة. طيب القانون أو المشرع اليمني ما قالش جميع الأوراق لها قوة، حددها يعني ما خلاهاش على سبيل المثال، وإنما حددها على سبيل الحصر. كما قلت لكم هي عبارة عن قوة أو ورقة أو يعترف بها القانون بالقوة التنفيذية متى ما كانت من بين الأوراق التي حددها، منها حكم صادر من الحكمة اليمنية، أمر أداء أو أمر على عريضة، حكم تحكيم، اتفاق صلح صادقت عليها المحكمة، القرارات الإدارية في أحوال محددة قانونيا، أوراق الأوقاف متى كانت مكتوبة بخط كاتب مشهور يعني، وسوف نتناول إذا تبقى لدينا من الوقت حكم أو الأحكام، ونترك الباقي لاطلاعكم الخاص. طيب إذن يقصد بالسند التنفيذي بأنه عبارة عن ورقة يعترف بها القانون بالقوة التنفيذية متى كانت بين الأوراق التي حددها كإيش، كحكم أو أمر أداء أو أمر على عريضة أو محضر صلح أو غيرها من الأوراق المعترف بها قانونا والمشتملة على حق. حق إيش يكون؟ حق محقق الوجود، يعني الحق هذا موجود مش متنازع عليه، أو أنه قد سقط بالتقادم، أو قد هلك حال الأداء يعني غير معلق على شرط أو مؤجل معين المقدار. أنا عارفة كم المبلغ اللي عند فلان حقي، هذا السند مبين أني كم لي مبلغ. وقيل في السند التنفيذي بأنه عمل قانوني مؤكد لحق طالب التنفيذ. السند التنفيذي هذا يقول أنه اللي شهد مثلا مبلغ من المال أو عدد من العقارات لدى سماح. وقيل أيضا ورقة معدة لإثبات حق طالب التنفيذ، معيش الكلام نزل، أو حق سلفه. من هم سلف؟ الخلف العام، الخلف الخاص، الذي انتقل هذا الحق ومهيئ ليكون أساس حق طالب التنفيذ في جبار المدين. أنا أسأل شهد مبلغ من النقود، ما أقدرش على طول أروح لعن شهد أقول له سدي لي المبلغ هذا، إلا إذا هي نفذت التنفيذ اختياري هنا الكلام آخر. لكن في التنفيذ الجبري لابد أن تكون معي ورقة مؤكدة لحقي أقدر من خلال هذه الورقة. هذه الورقة القانون منحها القوة كالحكم قلنا أو كاتفاقات الصلح. أروح بموجب هذه الورقة أنفذ أجبر شهد إجبار إنه تجيب مالي بالطرق القانونية ومن خلال السلطة العامة. إذن هو ورقة معدة لإثبات حق طالب التنفيذ أو حق سلفه الذي انتقل منه هذا الحق، ومهيئ ليكون أساس حق طالب التنفيذ في إجبار المنفذ ضده على أداء هذا الحق الموضوعي. من خلال التعريف يتضح لنا خاصيتان من خصائص التنفيذ أو السند التنفيذي.
الخاصية الأولى أن السند التنفيذي هو مفترض ضروري، يعني أنا ما أقدر زي ما قلت لكم الآن قبل شوية ما أقدر أروح أنفذ أي إجراء أو أقوم بأي إجراء قبل المنفذ ضده إلا ومعي سند تنفيذي منحني إياه القانون. مش بس السند التنفيذي، بوضح لكم خلال الدقائق القادمة أن السند التنفيذي لابد أن يكون مذيل بالصيغة التنفيذية. متى ذيل بالصيغة التنفيذية تتكون لنا الصورة التنفيذية، يعني لازم نميز ما بين السند التنفيذي والصورة التنفيذية. من خلال الشرح بنعرف ايش هو. اذا السند التنفيذي مفترض ضروري للتنفيذ، ويقصد بذلك ان التنفيذ الجبري لا يمكن اجراءه بغير سند تنفيذي، فهو الوسيله الوحيده المؤكده لوجود حق طالب التنفيذ، فلا يقبل تنفيذ من غير سند تنفيذي. السند التنفيذي الخاصيه الاخرى انه مفترض كاف للتنفيذ، يعني ما اقولش اني معي حكم واروح عادني ادور اوراق اخرى، يعني معي ورقة. شفتم اللي يروح يقاتل يروح ياخذ اشجع شخص في الحارة او في المنطقة او حاجة زي كده، ويروح بعدين ياخذ اضعف شخص معه. لا، انا معي السند التنفيذي، اروح بموجبه اسير في اجراءات التنفيذ. الى هنا التعريف والخصائص ان شاء الله تكون واضحة لكم. طيب قبل ما نبدأ وتطلع لنا الشريحة، أشتي حد منكم يوضح لي ما هي شروط، قد وضحتها في الباوربوينت من قبل، أشتي أحدكن تبين لي ما هي شروط السند التنفيذي. أشتي يكون أن يكون محقق الوجود، يعني ما يكون سقط بالتقادم، وأن يكون حال الأداء، يعني ما يكون مؤجل أو على شرط من الشروط واقف أو ما إلى ذلك، وأن يكون معين المقدار. طيب هذه ندركها ضمن إيش من شروط، موضوعية أم شكلية؟ موضوعية. موضوعية. طيب الشروط الشكلية ما هي؟ هي عبارة من اللي ذكرناها، من أوراق حددة من حددة القانون. أيوة. ايوه مذيلة بايش؟ مذيلة بالصيغة التنفيذية. اذا بالصيغة التنفيذية. ايوه اذا اوراق حكم قانون، نفرض نتكلم عن الحكم، حكم اقر بحق موضوعي، لابد ان يكون هذا الحكم مذيلا بالصيغة التنفيذية. نبدأ في الشروط الموضوعية. الشروط الموضوعية هي عبارة عن لابد ان يكون الدين او السند التنفيذي او الحق الموضوعي في السند التنفيذي محقق المقدار. قال الفقهاء انه هذا تزود في الشروط، يعني ما فيش سند تنفيذي بيكون دون حق موضوعي محقق الوجود. وقالوا انه كان المشرع العراقي كان له الدور في عدم التزييد، والاحرى بالمشرع اليمني حذف هذا، او من الفقهاء انه عدم الرجوع إلى هذا الشرط، لأنه لابد أن يكون محقق الوجود. يعني ما مش معقول نقول على عقار أو أرض، الأرض دي قد تم إعادتها للدولة، على إيش بننفذ يعني؟ إذا الشرط الأول أن يكون الحق في السند التنفيذي محقق الوجود، مجرد ومجرد وجود سند تنفيذي فاصل في أصل الحق، يعني أنه يدل دلالة قاطعة على تحقق وجود الحق. يعني مش معقول القاضي يجي يصدر حكم على شيء منعدم، فمتى وجد السند جاز التنفيذ، ولا يكلف طالب التنفيذ أن يثبت وجود الحق. وإذا ادعى المنفذ أنه قد هلك هذا الحق الموضوعي، عليه إثبات ذلك في منازعة تنفيذ. لكن في حالات يسقط فيها الحق بالتقادم، معي سند تنفيذي خلال 30 عام أني ما قمش أنفذه، سقط حقي، سقطت القيمة القانونية لهذا السند التنفيذي بنص قانوني، أن يسقط قيمة هذا السند في 30 عام. نوضحها في الباير وورد، إلا أنه قد يسقط الحق بالتقادم مضي المدة القانونية على نشأة السند التنفيذي، فيبقى الحق في السند التنفيذي غير محقق الوجود. فلو مثلا صدر حكم دعوى ملكي ولم يتم تقديم السند التنفيذي خلال 30 عام، أنقض الحق في التنفيذ مضي المدة. واضح الشرط الأول؟
نعيد ولا نستمر؟ نعيد ولا نستمر؟ طيب ما افتهم ليش يعني بداتهم شككوني. نعيد اذا استمر. سماح اكيد شاهد ايفون يعني ما فيش غير سماح يعني قابر قابر قلبي. اذا الشروط الموضوعيه للسند التنفيذي اولها ان يكون محقق الوجود. كيف يكون محقق الوجود؟ ان يكون السند التنفيذي هذا يعني أو أوضح الحق الموضوعي أن يكون السند التنفيذي محقق الوجود. مجرد وجود السند هذا خلاص يعني هذا الحق موجود. ما في السند التنفيذي ممكن ننازع. الشرط الثاني أن يكون حال الأداء. حال الأداء أن يكون مستحق الوفاء. يعني أنا حقي في تاريخ 15/11/2022 أستلمه بحسب الاتفاق أو بحسب عقد البيع. إذا 15/11/2022 أروح أستلمه. لكن حقي في تاريخ 1/1/2023 وقف 15/11 أطالب بحقي. هنا الدين مؤجل. إذا لا يجوز التنفيذ. يعني أنا أروح أضغط على شخص لم ينشأ التزامه بعد. وإن نشأ الالتزام بالأداء لكن ما نشأش الالتزام بالتنفيذ. إذا ننتظر إلى 1/1/2023 ونروح ننفذ. قد يكون التنفيذ هذا السند التنفيذي والحصول على الحق الموضوعي معلق على شرط كحلف اليمين مثلا. إذا ما أقدرش أنفذ إلا بعد أن يتم حلفان اليمين. إذا الشرط الثاني أن يكون الحق حال الأداء. أي يجب أن يكون الحق الذي يجري التنفيذ لاقتضاء حال الأداء أي مستحقا وواجب الوفاء به. بناء على هذا الشرط لا يجوز التنفيذ اقتضاء الحق مضاف إلى أجل سواء كان هذا الأجل قانونيا أو قضائيا أو اتفاقيا. كما لا يجوز التنفيذ اقتضاء الحق معلق على شرط واقف كحلف اليمين لا يجوز تنفيذها قبل حلفها. إذا معنا الشرطين. نرجع ننتقل إلى الشرط الثالث أن يكون الحق المطالب به أو الحق الموضوعي الذي تضمنه السند التنفيذي لا يكفي أن يكون محقق المقدار محقق الوجود حال الأداء. لازم يكون معين المقدار. طالب التنفيذ مالوش أو المنفذ ضده مالوش أو ما يلتزمش إلا بما ورد في السند التنفيذي. إذا طالب التنفيذ مالوش غير حقه والسند التنفيذي لا ينشأ إلا لإثبات حق لا للتزييد ولا للنقص أو النقصان. معين المقدار. إحنا النقود ممكن نعين المقدار مليار 2 مليار مليون 5 مليون العملة يمني سعودي دولار عماني. الشيء المثلي ممكن نحدده بالعدد بالوزن. العقار نوصف هذا العقار إيش أوصف هذا العقار كم مساحة هذا العقار ايش يحد هذا العقار من الشمال ايش يحد العقار من الجنوب. طيب اذا كان محل الالتزام هو عباره عن عمل تمام ايش المفروض ايش الشروط اللي المفروض تكون متوفره. يعني شيء ملموس قلنا ان يكون معين المقدار من خلال الوزن من خلال يعني تعيين المبلغ من النقود من حيث الأوصاف. لكن إذا كان هو الالتزام هو عبارة عن عمل أو امتناع عن عمل إيش المفروض يكون إيش المفروض تكون شروطه؟ ممكن إنه ما يكون مستحيل أن يكون شو اسمه إنه ما يكون مستحيل يعني إنه ما يقدر يسوي وإنه ما يتعارض مع نصوص القانون. تمام اوكي ممكن تعطيني مثال على انه يكون ممكنا انه ايش موجود شرط ان يكون ممكنا. يعني الشروط اذا كان الالتزام هو عباره عن عمل او امتناع عن عمل قلتي لي شرطين ان يكون ممكنا غير مستحيل وان يكون الا يخالف النصوص القانونيه.
طيب كيف يكون ممكنا؟ يعني يعني اعطيني مثلا مثال. ما ي... انه مثلا ما يطلب منه مثلا في بيت مبني، طيب البيت انا حتى اصلا الدور مثلا اللي تحت ما يجي يقول له مثلا اباك تبني من الدور الثاني، هو الدور الاول اصلا مهدود. ممكن، أو إنه يكون إقامة جدار بين عقارين، عقارين دون قد انهدموا، أو بين شقتين قد انهدموا، فوتت المصلحة في هذا الأمر. يعني الأمر غير ممكن، أو يكون الدين أو العمل عمل غير مشروع كإدارة محل فجور ودعارة، أو أن يكون متحصل من تحصيل أموال برضو من قمار. إذا قلنا الشروط الموضوعية أن يكون محقق الوجود، حال الأداء معين، المقدار. تبقى لدينا الشروط الشكلية. أنا بقول لكم الشرط، وأني أعرف إيش هي السندات. أن يكون الشرط الأول أن يكون السند التنفيذي من السندات التي حددها القانون. قانون المرافعة في التنفيذ المدني حدد لنا عدد من السندات زي ما قلت لكم على حسب الحصر لا المثال. فما هي هذه السندات؟ سند تنفيذي، قال من مجيب، ذكرت قبل شوية قلت لي تمام ومشي والأمور طيبة. ما فيش، أقول أني خلاص. طيب السندات التنفيذية، رغم أنه زعلتوني الآن، أنا من أول ذكرتكم قلت لكم الحكم، الأحكام الصادرة عن المحاكم اليمنية، يا سلام، وأحكام المحكمين القابلة للتنفيذ، يا سلام، هذون اثنين. عاد في ثالث ولا خلاص؟ واتفاقات الصلح المصدق عليها من المحاكم. أيوة، إذن الأحكام الصادرة من المحاكم اليمنية، أوامر الأداء أو أوامر العراض، إذا كنتم قد أكيد تكونوا سبقت لكم درسة قانون المرافعات، لأنه مش مفروض تنتقلوا للتنفيذ قبل المرافعات، بتكونوا عارفين ما هو أمر الأداء وما هو الأمر على عريضة. ومعكم أحكام التحكيم، على ذلك اتفاقات الصلح التي صادقت عليها المحكمة، مش أي اتفاق صلح يحوز قوة السند التنفيذي، لابد أن يكون مصادق من قبل المحكمة. خمسة، القرارات النهائية التي تصدرها اللجان الإدارية، في قرارات تكون نهائية تصدر القرار اللجان الإدارية في حالات معينة حددها القانون، هذه برضو تحوز قوة السند التنفيذي. وكذلك مسودات أراضي وعقارات الدولة، إذا كان الكاتب هذه المسودة أو هذه الورقة هو عبارة عن كاتب شهير، إذا قالوا لكم أذكري أو عدد السندات التنفيذية بتذكروا هذه الستة السندات. ممكن نحن في نهاية المحاضرة نتناول من هذه الستة الأحكام، ولكن أترك البقية لكم للإطلاع لننتقل في المحاضرة القادمة إلى محل التنفيذ. طيب ما هو الشرط الثاني؟ ننتقل إلى الصفحة الأخرى. إذن الشروط الشكلية، الشرط الأول أن يكون السند من السندات التي حددها القانون، وحددت المادة 328 من قانون المرافعات التنفيذ المدني السندات التنفيذية بأنها تتحدد السندات التنفيذية فيما يلي: الأحكام الصادرة من المحاكم اليمنية، واحد، الأحكام الصادرة من المحاكم اليمنية، واحد، اثنين، أوامر الأداء أو الأمر على عريضة، اثنين، أوامر الأداء أو الأمر على عريضة، ثلاثة، أحكام المحكمين، أربعة، اتفاقات الصلح المصدق عليها من المحاكم، خمسة، القرارات التمهيدية اللجان الإدارية المنوط بها فض المنازعات الإدارية في الأحوال المنصوص عليها في القانون، ستة، مسودات أراضي وعقارات الأوقاف القديمة والتي هي بخط كاتب مشهور. إذن معانا ستة سندات تنفيذية ذكر القانون، متى وجدت هذه السندات؟ إذن نقول هي عبارة عن سند تنفيذي، تمام ولا لا؟ طيب لحنا يا بنات الآن تبدأوا تركزوا معي، معي سند تنفيذي، القانون منحه القوة التنفيذية، لكن ما أقدر أنفذ بالسند التنفيذي. أنا قادر أروح الآن أطلب سند تنفيذي هو الحكم، لكن أنا ما أقدرش أنفذ في الحكم إلا إذا ما توفر شرط الصيغة التنفيذية، يكون حكم المحكمة أو اتفاق الصلح المصادق عليه من
المحكمة أو حكم المحكمين لدى المحكمة التي بتنفذ الحكم لابد أن يكون مدين بالصيغة التنفيذية. إيش هي الصيغة التنفيذية؟ القانون وضع لنا صيغة محددة هي عبارة عن ألفاظ محددة ومعينة تمثلت ب أن يجري التنفيذ بالصورة التنفيذية المدنية بالصيغة التنفيذية بقصد الصورة التنفيذية، صورة طبق الأصل من السند التنفيذي، وهي عبارة عن الفاظ كثيرة وفقا لمادة 327 من قانون المرافعات المدني هي كالآتي: بقوة الشرع والقانون فإن السلطة القضائية تقرر فرض تنفيذ هذا السند جبرا وعلى السلطة العامة. من هي السلطة العامة؟ رجال الأمن، المرافق إذا كان التنفيذ عبر مرفق، أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة المسلحة، عقال الحارات متى طلب قاضي التنفيذ منها ذلك. إذا معي سند تنفيذي، هذا السند التنفيذي إذا كان محقق الوجود حال الأداء معينة من المقدار ننتقل إلى الشروط الشكلية، لابد أن يكون سند تنفيذي من السندات الستة التي ذكرها المشرع اليمني. انتقلنا من هذه السندات الستة التي ذكرها المشرع اليمني، نبحث عن الصيغة التنفيذية، يعني سند تنفيذي بدون صيغة تنفيذية ما ننفذوش. من يختص بوضع هذه الصيغة التنفيذية؟ يختص بوضع هذه الصيغة التنفيذية زي ما قلنا رؤساء المحاكم التي أصدرت حكم المحكمة أو التي أصدرت أمر الأداء أو الأمر على عريضة أو المحكمة التي صادقت على أمر التصالح أو اتفاق التصالح أو رئيس المحكمة التي يجري التنفيذ في دائرتها حكم المحكمين. طيب ما هي الإجراءات يا بنات؟ يعني أنا مثلا أشتي أخذ خلاص كان في محكمة وتمت الدعوة وصدر فيها حكم، هذا الحكم هو سند تنفيذي، أنا كيف أوصل كطالب تنفيذ أو كمنفذ ضده كيف يتم طلب هذا السند التنفيذي؟ لمن يسلم هذا السند التنفيذي؟ لمن يسلم هذا السند التنفيذي؟ تكون النسخة الأصلية من هذا السند التنفيذي لكل أطراف الخصومة، ولكن تعطى نسخة منها للمنفذ له أو المحكوم له. نسخة إيش؟ يعني نسخة ما هي أصلية؟ مش أصلية. هذه طالب التنفيذ يعني ياخذ نسخة. يعني الصورة السند التنفيذي هذا المذيل بالصيغة التنفيذية نسخة منه تعطى للمحكوم له. ولكن فقط لا غير. له فقط. ما نعطيش لطالب التنفيذ. للمنفذ ضده، ما نعطيش للمنفذ ضده صح؟ لا مو عفوا مو المنفذ ضده، اللي هو طالب التنفيذ المحكوم له، لكن المنفذ ضده يكون عنده نسخة أصلية مثلا من الحكم الصادر. إن كان حكم فيكون عنده صورة أصلية من الحكم. إذا بس أنت تمام، بس في بعض الخطأ البسيط كده شوية. الحكم الأصل يكون مودع لدى المحكمة، يروح طالب التنفيذ اللي هو المحكومة له، صاحب الدين في السند التنفيذي يقدم طلب صورة تنفيذية. الصورة التنفيذية هي عبارة عن ركزوها، الصورة التنفيذية هي عبارة عن صورة طبق أصل من السند التنفيذي. الصورة التنفيذية هي صورة طبق أصل من السند التنفيذي مذيل بالصيغة التنفيذية. من يأخذها؟ يأخذها فقط طالب التنفيذ، ولكن الصورة البسيطة الذي يأخذها يمكن يأخذ صورة طبق أصل من السند التنفيذي دون أن تكون مذيلة بالصيغة التنفيذية. هذا ممكن المنفذ ضده يأخذ صورة من هذا السند التنفيذي دون أن يكون مذيل بالصورة بالصيغة التنفيذية. إذن الصورة التنفيذية تسلم فقط لطالب التنفيذ. كم عدد المرات التي تسلم هذه الصورة التنفيذية؟ مرة واحدة. طيب وإذا تلف هذا السند أو ضاع إيش الحل؟ سند أو صورة تنفيذية. خلاص الآن نحن عدينا موضوع السند، نحن الآن نتحدث عن الصورة التنفيذية، هي عبارة عن صورة طبق أصل من السند التنفيذي مذيل بالصيغة التنفيذية ممهور بتوقيع كاتبه وختم المحكمة. يقدر يطلع نسخة غيرها؟ أيوة، يعني يثبت إنها ضاعت أو تمام. وإيش الغاية من الإثبات؟ إيش الغاية إنه يروح ويقدم طلب أمام المحكمة والمحكمة تستدعي الطرف الآخر؟ طبعاً إذا ضاعت الصورة التنفيذية يقدم طالب التنفيذ طلب في الحصول على صورة تنفيذية أخرى، صورة تنفيذية أخرى
للسند او الصوره التنفيذيه الضائعه ويثبت انها ضاعت او اتلفت، ولكن ما هو السبب في اثبات ذلك ويعني طرح هذا الطلب في خصومه او في مرافعه؟ السبب في ذلك انه قد يكون هذا السند نفذ عبر محكمه اخرى يعني، فضروري كمان القانون يحمي المنفذ ضده، ما يظلش عرض لاجراءات تعسفيه ويدين السند الجديد او الصوره البديله بانه لا عمل بالصوره الاصليه التالفه او الضائعه. اوكي، ننتقل الى الشريحه الاخرى. تسلم الصوره التنفيذيه لذوي الشان او الى الشخص الذي تعود عليها المنفعه من التنفيذ. لا تعود المنفعه الا على طالب التنفيذ، ويتم ممكن تباشر هذه التسليم عبر وليه او وصيه او وكيله. ماذا يجب على الكاتب التسليم؟ الكاتب اني اول مره اروح اقدم عنده الطلب، يتاكد اول مره هل اني طالب التنفيذ ولا اني اي شخص ما ذكروش السند التنفيذي. يتاكد هل هذا الحكم جائز او واجب التنفيذ ام انه من الاحكام التي ما تجبش التنفيذ فيها، مش جميع الاحكام الصادره من المحكمه تنفذ. وبناخذه الان ان شاء الله في نهايه اللقاء، في احكام معينه هي التي تنفذ. فيتاكد هل هذا انا لو اعطيت له الصيغه التنفيذيه هل هو عباره عن حكم الزامي ام هو عباره عن حكم منشئ او تقريري. ما حكم ضياع او تلف الصوره التنفيذيه؟ اذا ضاعت او تلفت الصوره التنفيذيه بعد ان سلمت لصاحب الشان فله ان يطلب من المحكمه التي استصدرت السند التنفيذي استخراج نسخه اخرى منها اذا ثبت لديها واقعه الضياع او التلف، وذلك من خلال دعوة. يعني يستدعوا الطرف الآخر، يستدعوا المنفذ ضده، يقولوا له تعال أسمع الرأي، يقول أنه ضاعت على الورقة أو تلفت، هل تم التنفيذ قبلك؟ يقول لهم لا، ما تمش التنفيذ قبلي. فهنا يثبت الضياع أو التلف، فيمنح طالب التنفيذ نسخة أخرى بديل أو تديل بصيغة تنفيذية وتضاف عبارة لا عمل بالأصل المفقود أو التالف أو إن وجد. لا عمل بالأصل المفقود أو التالف إن وجد. ننتقل إلى الشريحة الأخرى. طيب، احنا قلنا التنفيذ ضروري يتم من خلال الصورة التنفيذية. طيب، في حالات القانون قال لا، يحق لطالب التنفيذ أنه ينفذ من غير الصورة التنفيذية. هذه الحالات تتمثل أول مرة بتنفيذ الحكم بموجب مسودة الحكم في حالات نص عليها القانون صراحة. يعني القانون ما قالش يا قاضي هذه لك صلاحية تقرر أو ما تقررش، لا، إذا توفرت هذه الحالات إذا يتم التنفيذ بموجب مسودة الحكم. التنفيذ بموجب مسودة الحكم في الحالات المستثناة بنص القانون، ويكون ذلك في المسائل المستعجلة التي نص عليها القانون، يعني في القضايا المستعجلة، الأحكام المستعجلة، الأمر على عريضة، أمر الأداء، عفوا الأمر على عريضة، المنع من السفر، بيع المنقولة القابلة للتلف. أنا أترك تقديرها للقاضي، وتنفذ هذه الأحكام من واقع مسودة الحكم. ولم يترك تقديرها للقاضي وتنفذ من واقع مسودة الحكم التي تسلم من كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم لمعاون التنفيذ ليباشر إجراءات التنفيذ بموجبها ثم يعيد بعد الانتهاء من التنفيذ. مسودة الحكم هذه لا تسلم. طبعا القاضي قبل ما يصدر اي حكم ضروري يعد مسودة الحكم. هذه مسودة الحكم تدل اذا كان القاضي فرد كالمحاكم الابتدائية، تدل ان القاضي هذا اطلع على ملف القضية، يحط حيثياته ورأيه ومنطوق الحكم وتسيبيبه ومنطوق الحكم. اذا كانوا كالمحاكم الاستئنافية من ثلاثة قضاة، هنا تدل مسودة الحكم ان الحكم فعلا تم بناء على تداول من القضاة وتشاور. فهنا مجرد انه مسودة الحكم تضع، يصدر القاضي من واقع مسودة الحكم الحكم او منطوقه، توضع هذه في الاحكام العادية، يعني توضع المسودة داخل الملف، يقوم كاتب او امين السر بتدوين الحكم. لكن في حالات لا تسلم مسودة الحكم للاطراف، ولكن في حالات ينفذ فيه بموجب مسودة الحكم، وتسلم هذه المسودة من كاتب المحكمة من امين السر لمعاون التنفيذ عشان قاضي التنفيذ يوجهه بالتنفيذ وتعاد مباشرة لمن؟
أمينة سر لإعادتها إلى الملف إذا من سلطة الحكم لا تسلم للأطراف. هناك حالات برضه تكون مشمولة بالنفاذ المعجل. الأصل أن الأحكام لا تنفذ إلا بناء على صورة تنفيذية من الحكم. ليش؟ للأحكام النهائية، الأحكام النهائية الملزمة التي تحصلت بالطعن فيها بالاستئناف، سواء كان بمضي المدة أو بالطعن وتأييد الحكم الابتدائي أو بقبول الأطراف بقبول المنفذ ضدها الحكم. إذا تنفيذ الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل، الأصل أن التنفيذ لا يتم إلا بالنسبة للأحكام النهائية، أي التي تحصلت من الاستئناف بمضي فترة الطعن بالاستئناف أو رضا المحكوم عليه بما جاء فيها صراحة أو ضمنا، أو الذي أيدت محكمة الاستئناف أيدتها محكمة الاستئناف بعد الطعن فيها. إلا أن هناك أحكام ابتدائية تصدر من المحكمة الابتدائية مشمولة بالنفاذ المعجل في هذا النوع تنفذ رغم قابلية الطعن فيها بالاستئناف، والغاية من ذلك رغبة المشرف في تحقيق المصلحة الراجحة للمحكومة له. قد تكون مصلحة ضروري أن تنفذ هذا الاستئجار، قد يقول لك المشمولة بالنفاذ المعجل، كما له هذه المصلحة تحقيق من سرعة التنفيذ بموجب مسودة الحكم دون اتباع مقدمة التنفيذ وعدم انتظار مسودة الحكم. إلى هنا نكون عرفنا ما هو السند التنفيذي، ما هي خصائص السند التنفيذي، شروط السند التنفيذي. هل هناك أي سؤال؟ أيوة، يسلم للمعاون، المعاون ينفذ بس بناء على توجيهات من القاضي. قاضي من؟ القاضي التنفيذ. احنا قلنا القاضي التنفيذ 3 وظائف، وظيفة إشرافية، وظيفة قضائية، وظيفة ولائية. الوظيفة الإشرافية تمثل بالإشراف السابق والمعاصر واللاحق، بس الأساس إنه القاضي ما يستلمش الورقة، القاضي معه كاتب يسمونه أمين سر، هو التي يتخذ الإجراءات، مش قلنا احنا هو المحرك الأساسي، هو الذي يقوم بكل شيء. إذا هناك أي سؤال؟ عندي سؤال. يا سلام عليك، هاتي. معلش بس أرجع شوية لجزئية السند التنفيذي. بس ما يعني النقطة شوية يعني تشتت فيها، ما هي واضحة. الآن المحكوم ضده يعني لا يمتلك أي نسخة من هذا السند، صح؟ لا، فقط تكون. لا سماح، سماح صح، أنت سماح. أيوة أنا. أوكي يا سماح، شوفي أنا ليش أنا قلت لكم ركزوا لحنا كده يعني شغلوا لمدة دقيقتين عشان العقول تنفتح. السند التنفيذي معانا حكم محكمة، لنفرض أنه هو حكم محكمة، ما عاد ندخلش الستة السندات. المحكمة أصدرت الحكم، أني وأنتي، أني المدعي وأنتي المدعي عليه، أصير أني المحكومة له وأنتي المحكومة عليه أو العكس. هنا أني المحكومة لي أكون المنفذ أو طالب التنفيذ صاحب الحق في هذا السند، تمام؟ وأنت تكوني المنفذ ضده المحكوم عليه. أنت ممكن تأخذي صورة تبقى أصل من السند التنفيذي، تيجي تقدمي للمحكمة، ممكن تستأنفي الحكم أصلا. أنت إذا ما تستأنفش الحكم يكون معك الحكم في البيت، محتاجة للحكم في البيت، تشوف الحكم هذا كيف بتقبليه ما بتقبليه، اشتراقعي نفسك، تكون معك صورة من السند التنفيذي. لكن طالب التنفيذ تكون معه صورة طبق الأصل، وتكون معه صورة طبق الأصل من السند التنفيذي مذيل بالصيغة التنفيذية. إذا يكون معه صورة تنفيذية. شوف إيش الفرق ما بين السند التنفيذي وصورة تنفيذية؟ التذييل بالصيغة التنفيذية بقوة الشرع والقانون، إن السلطة القضائية تفرض تنفيذ هذا الحكم، وعلى السلطات العامة إعانة تنفيذ هذا الحكم. واضح يا سماح؟ أيوة واضح. إذا الآن أنا أشتغل سماح شاهد أو أي حد أو آيفون، أنا مش عارفة ليش قالوا ما يطرحوش أسماء مستعارة، مش عارفة إيش الموضوع. أشتعرف ما بين الفرق ما بين السند التنفيذي والصورة التنفيذية. شاهد خرجت ولا إيش؟ خرجت شاهد. يلا مين بيقول لي ايش الفرق ما بين السند التنفيذي والصورة التنفيذية؟ سمح عيدي لي ايش الفرق. طيب
السند التنفيذي هو الصورة الأصلية، أما الصيغة التنفيذية هي التي تكون النسخة طبق الأصل اللي تكون مع المحكوم له، أو طالب التنفيذ تكون مذيلة بالصيغة هذه، الصيغة التنفيذية. أنت تمام، بس أعيد وأوضح من جديد. نحن معي الآن رحت المحكمة وقدمت طلب من المحكمة، أريد صورة من الحكم. أنا الآن محكوم علي، منفذ ضده، ما زلت محكوم علي، ما مشيناش بإجراءات التنفيذ. أروح أقدم طلب، المحكمة تعطيني صورة طبق أصل عادي، صورة طبق أصل من السند التنفيذي، تمام ولا لا؟ يكون معي السند التنفيذي صورة طبق أصل عادية. لو قال لهم أشتي صورة تنفيذية، الصورة التنفيذية هي التي تكون مديلة بالصيغة التنفيذية، ما لا تسلم إلى المنفذ ضده أو المحكومة عليه، إنما تسلم إلى المحكومة له أو طالب التنفيذ. إذن المنفذ ضده أخذ الصورة طبق الأصل من السند التنفيذي، تمام، غير مديل بالصيغة التنفيذية، صورة من السند التنفيذي. يروح طالب التنفيذ اللي هو المحكوم عليه، يقول أنا أشتي صورة من السند التنفيذي، برضو يعطوه له صورة طبق الأصل. يقدم طلب إنه ترفق بهذه الصورة اللي طبق الأصل من السند التنفيذي أن تديل بالصيغة التنفيذية. الصيغة التنفيذية اللي ذكرناها أول إن بقوة الشرع والقانون، متى تديلت بالصيغة التنفيذية؟ هنا تتحول إلى الصورة التنفيذية، يعني يتحول اسم السند التنفيذي من السند التنفيذي إلى الصورة التنفيذية. Thank you.